السلام عليكم، ازيكم يا قلوب؟ اخوكم عاملين ايه؟ منورين الدنيا. كل اخ بيشوفنا وكل اخت، النهارده ان شاء الله معاكم في حلقه قويه جدا، ضرب نار. اول حاجه النهارده طبعا ناكل جيش الحيوانات وفرقوا على كل الحيوانات اللي عندنا ان شاء الله في الحلقه بتاعت النهارده. اول حاجه اخويا الاسطوري واختي الاسطوريه، لو بتشوفونا من على اليوتيوب ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من زرار تفعيل تلقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه، ولايك وشير وكومنت جميل منك يا جميل، تمام؟ اما بقى لو انت بتشوفنا من على الفيسبوك فما تنساش تعمل متابعه للصفحه ولايك بقى يا اخويا حبيب قلبي وكومنت جميل وشير، واعمل تاج لاصحابك يتفرجوا معاك. اما لو على التيك توك فادونا اللاف والاكسبلور، بينا نتفرج على ضرب النار. بص جبنا ايه؟ جبنا ما شاء الله سقور شرياص زي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله تبارك الله، كل واحد واخد اللحمه بتاعته وبياكل. انا لسه مفطرهم حالا، قلت طيب ما تيجي بقى افرج اخواتي بقى على الحيوانات بتاعتي وانا باكلها، عشان اخواتي اللي بيطلبوا يقولوا لنا يا اسلام اعمل لنا حلقه عن الروتين اليومي وانا باكل الحيوانات. طب تعالى يا اخواتي، ده صقر اسمه صقر الشياص، بيتقال عليه اسامي كتيره جدا، صقر الجراد مش عارف ايه، بره في الدول العربيه بيتقال لك العوسق وحاجات زي كده. ده بياكل لحوم الفراخ، اسهل صقر للتربيه. اخواتي كل واحد واخد فيهم حته لحمه والدنيا جميله. اخواتي بقى اللي بيسالوني، اخواتي اللي بيسالوني عن احسن اكل للصقر، اسهل حاجه عشان تريح بالك من موضوع الصقر ده والدنيا تبقى معاك جميله، هتديله اي اجزاء له فيها لحوم فراخ، صدور، بانيه، هياكل، ممكن تديله اوراك، بس بلاش يا اخويا بلاش يا اختي موضوع الاجنحه ده عشان ما فيهاش لحم كتير والدهن والكلام ده مش حلو ليه. ممكن كمان ياكل كتاكيت، سمان، حمام، فئران التجارب، شغال في الطبيعه بياكلوا سعال كمان. طبعا باكل مره او مرتين في اليوم، تمام، وبتحط له جنب منه علبه ميه. انا لسه طبعا اظبط الدنيا واظبط المسائل، المفروض ما يتعرضش لشمس مباشره ولا يتعرض لهواء بارد، يبقى في مكان حلو كده رايق، تمام، ليه مستلزمات خاصه بيه. طبعا اللي بيحب يربي في قفص، انا بس عشان انا مزرعه فانا مضطر ان انا اعمل كده، لان ما شاء الله بيوجد عندي ساعات اعداد، يعني ما شاء الله بيوصل لحد 30 صاع، تمام، فانا يستحيل هعمل لكل واحد الدنيا بتاعته والصح ليه. يعني هما مثلا الصح ليهم بيبقى لهم حاجه اسمها وكر، ابقى افرجكم ان شاء الله في الحلقه دي، ده بيقف عليه الصقر، تمام، وبيبقى له حاجه اسمها برع وسبوق. البرع ده غطا الوش، والسبوق حبل الرجل، تمام، دي مستلزمات ليه. البرع بيبقى على وشه والسبوق بيبقى حبل بيتربط في الوكر وبيقف على الوكر بتاعه صقر ملكي. وليه حاجه اسمها جوانتي، دي مستلزمات كلها بتاعه الصقر. طبعا كل الحاجات دي بتبقى مفيده للتدريب عشان الصقر يبقى كويس. طبعا لو بالمستلزمات بتاعته هتبقى الدنيا جميله وسهله، تمام، وكمان الصقر يبقى واخد راحته، الصقر يبقى واخد راحته، يعرف يفرد جناحاته، الريش بتاعه ما يتكسرش، هيكون احسن، تمام. انا بقول لكم على الصح، وتربيته سهله جدا ما فيش اسهل منها، ممكن تاكله مره او مرتين في اليوم والدنيا جميله، وبيتدرب انه بياكل اكل من على الايد، دعوه طيران حر. واهم حاجه طبعا التدهيل في البدايه، ان هو الصقر ياخد عليكم ما يقعدش الكلام ده. الصقر العادي بيبدا حاليا من اول سكه 200 معاك المتدرب عامل 400، تمام، وحسب كل حاجه بقى انت فاهم وتدريبها والكلام ده. ده اقل نوع في الصقور. تعالوا بقى كله بعد كده، ده هنا معانا الضب المصري، تمام، ده لسه انا ما حطيتلوش الاكل بس حطيت له الاكل مع حضراتكم. امبارح كان نايم نومه غريبه، لقيته مش شقلب كده، شقلبه غريبه على التالف، قلت ربنا يستر ايه اللي حصل. اتاري المعلم بينام زي البني ادمين، بينام يعني اللي هو ايه، بيرفع رجله وحاجات كده غريبه ويتشقلب ويعمل حاجات كده غريبه كده، كانه بيصارع. يخرب بيت سنينك، عارفين لما احنا يبقى واحد نام مثلا رجله في حته وايده في حته ونفس الكلام. تعالوا نحط له الاكل بتاعه، ده بياكل خضار يا اخواتي، بياكل خضار، تمام، اي خضروات، خس، خيار، برسيم، الشغل ده، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن تديله برده اللي هو الكابوتشا، العدس الاصفر، جرجير، بيدوس مفيش اي مشكله. هديله طبعا شويه خيار، طبعا الخيار ده مش ليه لوحده، ليه وللسلاحف، مفتوح، الضب ما بيحتاجش للميه، تمام، بس انا حاطط له احتياطي برده معاه في المكان. خش بعد كده هنا في معانا البومه واجي القلب، احسن بومه للتربيه، نفس الاكل بتاع الصقر ونفس الدنيا ونفس التدريب ونفس المستلزمات، بس اللي يفرق فيها ان هي ما بتحتاجش للبرقع اللي هو غطا الوش، تمام، عشان مفيش برقع معمول مخصص ليها وبتلف دماغها على عكس الصقر. انا هاخد كل يوم معاه من اوله، طبعا انا اول حاجه باكل عشان الحاجه طبعا بصحى الصبح جعان، اصحى الوقت 8 9 معايا لحد مثلا 10، والافضل ان انا اكل قبل كده عشان حاجه بتصحى بدري، تمام.
بعد ما باكل بروح اعمل ايه بقى؟ اللهم صل على سيدنا محمد، انضف لهم بقى تمام. وبالليل ببقى بمنتج الفيديوهات وارد على حضراتكم اللي بيرن عليا وعايز حيوانات او حاجه زي كده، فربنا يعيننا على اللي احنا فيه تمام. كمان انا قلت لكم الفتره دي مش عارف ده انا ف الله ما في وقت اروح احلق يا جدعان. فزي ما قلت لكم اصلا في الفتره دي كمان انا بعزل عشان رايح مزرعه جديده لسه جايبينها تمام، بسبب حوارات حصلت مش موضوعنا النهارده تمام. بس تستنوا عشان اوريكم ضرب نار دلوقتي تمام. فضغط عليا بقى تمام، وبنمتحن وحاجات زي كده. والنبي يا اخواتي لو سمع لحد هنا، والنبي يا اخواتي لو سمع لحد هنا ادعي لي انجح والنبي يا جدعان تمام، عشان دي تاني سنه عيد تمام بسبب الشغل. بس انا بدي الشغل، ولو رجع بقى الزمن هختار الشغل برضه تمام. عايزين المام للاسف الشهاده، يعني الشهاده كان نفسي يعني ما يبقاش الحال كده بقى، بل افضل، يبقى افضل من كده. يعني كان نفسي الفلوس اللي انا صرفتها على التعليم مش لما اجي اتخرج ان انا الاقي شغله، مهما صرفت مش هلم الفلوس اللي انا صرفتها وانا بتعلم. لكن نفسي الشغله تقدرني من التعليم، وكان ركزت في التعليم وفلحت وبقيت حاجه كبيره. بس النصيب يلا بينا. لما دخلت اقطع الخيار للحاجات دي وانا جاي لقيت البومه بتاكل. عايز اقول لكم الصقر، عشان اللي بياخد صقر يربيه لاول مره، او البومه ما بيحبوش ياكلوا قدام حد، ده في الغالب ما بيحبوش ياكلوا قدام حد. الصور دي لسه جايه امبارح بفضل الله تمام. وزي ما حضراتكم شايفين اللي حط الاكل كده على رجله، لو شايفين واخدين بالكم هتلاقوهم كلبش فيها، هو اللي جايبها كده وعاملها كده تمام. وده من حد قدامه بياكل تمام. بس هم لما جم وشافوني جيت فوقفوا اكل، خايفين مني تمام. اللي بيواجه بقى حوار زي كده عنده، هو لسه شاري الصقر والشغل ده تمام، سيب الصقر 3 ايام ما تبصش عليه وهو بياكل، اول 3 ايام لحد ما ياخد عليك بس ياكل على الدنيا. ده حل حوارك، مفيش حاجه ما بتاكلش، لان لو ما بياكلش ما كانش كبر. وبقى زي ما حضراتكم شايفينه كده ان الحاجه دي بتبقى فروخ قرع وهي صغيره، وفي اسماك البيض بيبقى ما فيهاش شعر اصلا، فما فيش حاجه اسمها ما باكلش، لان لو ما باكلش ما كانش كبر يا قلب اخوك وحضرتك. وبقى زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده، كونفوز، الكونفيت، البروفيكتو. قولوا لي ايه اكتر حيوانات هتحبوا حبيتوها وانتوا بتتفرجوا معايا، وايه الحيوانات اللي انتوا بتربوها؟ شاركوا معايا اخواتي، شاركوا يا اخواتي، شاركوا يا رجاله، شاركوا يا نساء، شاركوا. الله يرضى عليكم، عايزين التفاعل، عايزين نوصل للمليون. راحت ابوكم، راحت اغلى حاجه عليكم. يلا بينا. بياكل برضو لحوم الفراخ، بس ده يختلف شويه، ان هو بياكل الثعابين والعقارب السامه والحشرات، ياكل لحوم الفراخ، ياكل الكتاكيت، السمان، فئران التجارب، اي قوارض، ياكل العصافير، اي حيوانات نافقه ياكلها، هداهد، مش عارف ايه، اي حيوان نافق ياكله، اي حاجه فيها لحمه ياكلها، اي جفا ياكلها كده. ما بتاثرش بسم الطرايش والكبر والحاجات السامه، ولا بسم اسمه ده اللهم صل على سيدنا محمد العقارب تمام. فمناعه، عنده مناعه منه، ولذلك حتى اللي عنده الحاجات زي دي انا بنصحه بانفه زي كده تمام، يسيبها في المكان وهتنضف له الدنيا تمام. ويشرب ميه برده، واهم حاجه ما تحطوش في شمس، انا ده اللي بنشرب بالليل وساعه الفجر. وبرده اللي بيواجه الجن وحاجات زي كده، يعني انا طبعا في حوارات، في ناس بتتواصل معايا في حوارات كده ما ينفعش حتى اتكلم فيها تمام. فالجن حتى لما بيلاقي مكان فيه ديابه بيطرد الديب الجن لو موجود في مكان تمام، في جن يعني الديب طارد للجن تمام. فانا حتى لسه كنت موفره من فتره، حضراتكم شفتوا حلقات معايا، والله كنت لسه منزل حلقه بومه، بس الفيس مسحها لي. دعم يا اخواتي، الدعم احنا بنشقى والله على ما نصور لكم. لو نسيت اقول سعر اي حاجه هسيب لكم الارقام بتاعتي، تقدروا تتواصلوا معايا اقول لكم اسعار كل حاجه. ده في منه، ده في منه ملون، ده لما بيتحط في الشمس لونه بيفتح، غير الشمس بيغمق زي ما حضراتكم شايفين. للاسف امبارح مع الضغط نزلت اجيب سجاير، نزلت اجيب علبه سجاير اخواتي تمام، عشان اعرف اكمل شغلي ده. انا نهار ازرق، انا عامل مجهز لكم 9 حلقات على قناه بتزعف على اليوتيوب، تعبوني وارهقوني جدا، فانا مش عارف يعني نعمل الضغط ده لوحده مش سهل. في ناس بتنزل حلقات والله ايه يعني كل فتره، كل 3 اسابيع، كل شهر، كل شهرين. ف زيزو شد علاقه زيزو. اللهم صل على سيدنا محمد، اخويا حبيبي زيزو، اخويا وحبيب قلبي، هو كده بحبه وبرضه وصل للمليون. لا عارف انا بتكلم عن مين، يسيب لي كومنت. فنزلت اجيب علبه السجاير، انا طبعا كنت حاطط العلبه دي في الارض، كانت مليانه مليانه من الورم، يعني ربنا عوض خير. المهم لقيت النمل سرع عليهم، في علبه ميه حوالينا علبه الميلورم. ليه بقى؟ عشان النمل غفلني امبارح ودخل كلب الميلورم كله عندي، فرحت واخدهم حاططهم في الشمس شويه عشان النمل يهرب.
ربنا يسامحنا والله العظيم غصب عني، والله دماغي بقت تعبانه يا جدعان، والله مش عارف، بقيت بنسى كتير، والحمد لله النمل بدأ يطلع وانا واقف يعني، عشان الميل ورم برضه ما بيستحملش الشمس. بس للاسف نزلت اجيب علبه السجاير وجيت عم وانا ناسيها يا جدعان، مش هوب ايه ده، يا نهار اسود يا نهار ازرق، الميل ورم جيت ابص عليه الميل ورم كمان مات. انا عم شغال بايدي ورجلي والله العظيم في الليله دي اللي انا فيها، ربنا يعوض خير، ما يسوش ماديا قوي تروح، بس انا غصب عني والله العظيم نسيت، ربنا يسامحني ويغفر لي. طب اعمل ايه؟ الميل ورم ده بقى اللي شفتوه ده باكل الخضروات والحاجات اللي زي دي والاعلاف، وهو اكل الحاجات دي، حاجه زي كده اللي هي الحربايه دي، حبايه ملونه، تاكل الحشرات، بتجيب الوان كتير، اخضر اسود ابيض برتقاني اصفر. ما تعرفش تجيب ميل ورم، ممكن تجيب شويه عسل وتحطهم في المكان اللي هي فيه، لو انا اسف هيلموا ذباب هي تاكله، لو انت مدينا مفيش. ميل ورم فيهم حاجات سوبر، ميل ورم السوبر دي اللي هي الكبيره. تعالوا نكمل اخواتي، هما طبعا نايمين، عيشوا. نخش على اللي بعد كده ورا للصحراوي ده، انا حاطط له لحوم في الاخوة زي ما انتم شايفين، بس الاحسن ليه فرن التجارب والسعال والشغل ده، لسه هيتنضف بعد ما اخلص. ده سحليه غير سامة، دول ما كلوش. قال الجبل مات، ربنا يعوض بالخير، فاضل الدفان هم الحياة، ربنا يحفظه. كل حاجة تمام، فيها مكسب وفيها خسارة، لسه قال الجبل مات من عندي تمام، فانا زي ما اقبل على نفس المكسب اقبل الخسارة تمام. بس اهم حاجة، اهم حاجة ان انا راعي ربنا في الروح اللي معايا دي، ان انا اكون عامل اللي عليا معاها وزيادة، عشان حتى لو لا قدر الله حصل لها حاجة تمام، طب انا عملت اللي عليها عشان ربنا ما هيسالني عليها. انا ميلون غصب عني عشان نسيت، لكن الحاجه دي انا كلها سايب لها اكلها. تعالوا نكمل. عندي بتاكل حشرات وزبادي وبيض مسلوق، الدفان حشرات بس، الاثنين مش سمين، دي بيقول عليها سامه وهي مش سامه. حبه ميه عشان ما ننساش. عيش وتعيش. نطيت شويه. طبعا احمد راح اصطاد لي شويه سمك بلدي اللي هو بتاعنا ده، سمك النيل تمام. كل السمك الزبره بتاعي زي ما معاكم شايفين كده، وانا ما عنديش احوال، ما عنديش غير حوضين، لا سمك احمر، بس جابهم لي عشان اكل التماسيح. اوه بس احلى بقى التماسيح اهي. طبعا انا مديهم لحوم الفراخ معلمين وقعوها في الارض. بس ايوه اول ما بيسمعوا صوت البتاع بيجوا على ياكلوا، بس انا ايه عشان لسه ماكلهم اصلا من شويه. تمام دول بياكلوا لحوم الفراخ السمك الشغل ده، بصوا ما شاء الله تبارك الله احجام جميله. طبعا المفروض جزء يابس وجزء ميه تمام، بس انا لسه هظبط لهم الدنيا لما اروح المزرعه الجديده. كل يابا وروق على حالك، يا كل يا كل يا لحوم فراخ تمام، بصوا كل كل نقفل طبعا، بس عشان صعب الشعر بيطلع، بس بخرم ما ازعجش تهويه. اخويا اللي مني سلاف اكلها خضروات خس وخيار برسيم الشغل ده تمام، جزر مبشور، ورق عنب تمام، دي النتايه بالدقه. جزء من ثانيه لثانيه دي الفرن اهي تمام، هننضف لها المكان بتاعها كده. اجباري طالما انا بربي زواحف يبقى لازم اربي كوارد، عشان ده اكل الزواحف. الغطا بتاعهم اهو فاتح دايره فيه عشان بيحترموا الميه دي يشربوا منها تمام، بس كده حطيت لهم عيش يا اخوات اهو تمام، عشان ما بياكلوا العيش. بصوا انا رحت موقف التليفون، وقفت ربع ساعة، بس الليلة اللي حصلت دي يعني وانا بصور بصراحة يعني مثلا كويس، نضفت الله وروقت لهم المكان، دول اكل التعابين تمام. ادي الهامستر برضو نفس الامر، نضفت لهم كل حاجة مع اكلها. طبعا هما بياكلوا الخضروات والفواكه والميه، بس حتى في ثواني بدأوا يوسخوا لحاجه، بس هو طبعا عايز احسن ليهم طبعا ان انا اكون فرش لهم نشاره خشب، بس انا مفيش وقت والله اروح دلوقتي، فانا حاطط ورق بشكل مؤقت مع ان ده غلط، بس انا عشان ما عنديش وقت تمام حابه بس كده. بصوا بصوا عملت ايه ورا للصحراء برضو، نضفت المكان بتاعه شويه. طبعا الزرع مع العزال والكلام ده مش واخد برضه اهتمام قوي، في حاجات ماتت والشغل ده. وطبعا لازم اتاكد ان كل حاجه مقفول عليها صح يا قلبي. من شويه دخلت
دخلت اللهم صل على محمد، انضف كده الحيوان معين. لقيتني ناسي القفص بتاع البومه، بس مع الضغط عن كل حاجه غطيت لها الميه بتاعتها، روقت عليهم كلهم وضفت. طبعا بعد ما باكل بنضف، تمام. المفروض ده بشكل يومي، بس انا عايز اقول لكم حاجه، انا فاتني كده ميعاد المحاضره، انا عندي المفروض محاضره دلوقتي عشان نازل سمر كورس وبمتحن والشغل ده، فكده راح على الميعاد بسبب ان انا اكلت الشغل ده. طيب انا عايز لكم بقى كلمتين، قلنا والريسك لينا ولكم، تمام. الحوار ده اصلا كنت سايبه يعني من 8 سنين او 9 سنين، كنت سايب الحوار ده اصلا ومش مكمل فيه، تمام، وسبته. وبعدين بدات ادور على الشغل بتاع بره، الشغل اللي هو بتاع الخاص والشغل ده، بس ما جاش معايا السكه، ما لقيتش اللي يقدرني ولا اللي يدفعني، فرجعت الحاجه اللي كنت بحبها، رجعت اول حاجه لليوتيوب، بعد كده لتربيه الحيوانات، وان انا ممكن بفضل اوفرها، تمام. لو لقينا اللي قدرنا ما كناش شقينا ولا لك ولا كان تقربنا ولا تقتتنا، المهم ولا كان سيبنا حتتنا. عايز اقول لكم المجهود اللي انا بقوم بيه صعب صعب صعب، انا بعد الليله دي كلها ماليش حد يفصل معايا بقى بعد اذنكم. بصوا يا اخواتي، اللي انتوا عايزينه تحت رجلكم الدنيا كلها، بس انا عايز اقول لكم مجهود صعب. يعني الحيوانات دي المفروض ليهم واحد بياكل، بصوا احنا بنعمل ليهم واحد بياكل، ليهم واحد بيدربهم، تمام، ليهم حد بينضف لهم باستمرار، اللهم صل على سيدنا محمد، حد عينه عليهم. المفروض يبقى معايا حد بيمنتج الحلقات، حد بيصور لي، حد بيكتب لي سكريبت مونتاج للفيديوهات، حد بيرد على اخواتي اللي بيتصلوا، حد بيرد على الرسائل بفضل الله، على اخواتي اللي بيكلمونا. يعني الموضوع انا في ضغطه صعبه، وعايز حد بقى يروح يمتحن بدالي، وحد يشتغل بدالي، انا وحد ينقل العزال والحاجه دي في المكان التاني بدالي، فصعبه يعني. فاحنا بنقول الحمد لله، انا قايم بفضل الله بدور كتيبه، وانا بعمل بفضل الله ده اغلبه لوحدي، او ممكن احيانا والدتي بتساعدني. انا من امبارح بالليل قاعد بمنتج من الساعه كام، الساعه مثلا 10 بالليل لحد الساعه 10 الصبح، بمنتج وجهز الحلقات الجديده. احس بقى انا عايز، انا طب ازاي انا مش ازاي، ومين هينزل لكم الحلقات؟ فالدنيا عندي خربانه. الصبح بقى عايز والدتي تاكل حاجه، طيب مفيش حد معايا يساعد، مثلا والدتي تعبانه ولا قدر الله ظرف، انا خش بقى انت خد الليله بقى اكل، وبعد كده روق. والشغل ده طبعا مفيش حد ما بيربيش حيوانات على السوشيال ميديا تما ما بيعملش اللي انا بعمله ده، سواء بيربي زواحف او صقور او كلاب او نعام او غزاله او طاووس، كل حيوانات عايز رعايه عشان انا اقدر احافظ على حاجتي وتبقى كويسه، واطلع لكم المنتج باحسن صوره، وتقدروا ايه بفضل حتى اللي بياخد مني حاجه اللي هي كويسه يكلم غيري، يكلم غيره يقولوا ده فلان حاجته كويسه، تمام، دي ده هيضيف لنا، تمام، عشان اروح زي ما قلنا في الاول وفي الاخر عشان حاجه حتى تبقى صحتها كويسه. ده انا حتى في فضل الله في معايا احيانا اخواتي بيضربوا في الحاجه وانا بقعد ادرب فيها. احنا انا قايم بدور كتيبه يعني بفضل الله. يعني المفروض دلوقتي انا ايه بعد ما اكلت وشربت، والله جعان على ربنا، ثم يعني سمعت لي مزيكا سجاره مش عارف ايه بتاع ده اللي ماشي الدنيا، سجاره عاديه. انزل بروح بقى انزل الحلقات بقى، ابدا انزلها 1 2 3 على صفحة بيت الزواحف على الفيسبوك، صفحة بيت الزواحف على اليوتيوب، صفحة اسلام كرم 21 على تيك توك، وكل واحد فيهم ما شاء الله عايز اشخاص يمسكوا الصفحة عشان ينزل الفيديوهات ومش عارف ايه. فانا شايل اللي ده كله، فادعولي ادعولي ربنا وحده اللي اعلم اللي انا بيه. فان شاء الله خلينا نثق في اسلام كرم، واثق في الله قبل اسلام كرم، ان اسلام كرم هيبقى فوق باذن الله. اسلام كرم فرعون تاريخنا، تمام. فاحنا كده شاركتكم جوله، نفس اليوم ده بيبقى متكرر معايا في الغالب، بس اللي بيختلف انا على مدار الاربع شهور الاخيره، انا جيت فتره والله كنت اوقف البلاد كلها، وقفت موضوع تربيه الحيوانات وتوفرت، لقيت امي كان في فتره تعبانه، قلت لها خلاص ياما انا سعيد، حاجه كلها صفيه ومشيها من هنا، مش قاعده في البيت يعني، ليه يعني متعبك ولا بتاع، انت فاهمني وعلى ايه بناقص، تمام، يعني بتحاول تساعدني، ربنا يديها الصحه وبارك في عمرها وفي امهاتكم واولادكم جميعا. وبرضو يعني مع سنة المشاكل الاسريه اللي سمعتوا بيها برضو بتاع، يعني احنا بنتكلم في اللي هو ايه، عايزين نبقى صح، تمام. انت اولى من اي حد في الدنيا بعد ربنا. موضوع تعبك انت شخصك انا خلاص لغيته، قالت لي لا كمل ومشروعك وربنا يوفقك. انا بقى ايه بمشي الشغل بقى بنفسي، وساعدت معايا ساعدت ما ساعدتش انا ايه، بس لازم انا ابقى هي إيه برضو دماغها مش دماغي، انا اللي فاهم فيهم اكتر، تمام، بس دماغي مشغوله بحاجات كتير، فهي مش عندها درايه كافيه زي، لان الموضوع ده انا خبره وبقالي سنين فيه، عارف امتى يتنضف لها، ايه الصح، ايه اللي مش عارف. عايز اقول لكم لازم يبقى عندك درايه، ده ايه اللي يتحط في الشمس وايه اللي ما يتحطش عشان حاجه ما تموتش. لو حضر ب 4000 جنيه اللي اتكسر اللي فاضل منه. نفس اليوم ده بيتكرر معايا في الاخر كام شهر، بس اللي بيختلف ان مره مثلا ساعات بيكون عندي ليابه تعالب، تمام، وفي الغالب لما بتبقى جايه صيد، تمام،
بتكون يعني فيها قراد وحاجات زي كده، فانت عارف بتاخد حاجه بقى انت فاهم عايز تحميها وتروق عليها وتنضفها وتعملها شامبو لانها زي الكلاب والقطط، فالموضوع مش سهل. فانت حاجه جبتها وركنتها وسبتها وكبرت دماغك الدنيا هتخرب، انت ممكن مكان عندك يحصل له حاجه. فلذلك احنا ايه رش مطهرات في المكان، بنرش مبيدات، بنرش مش عارف الحيوانات، بنحاول ان احنا نجيبها نحميها نديها تطعيمات. حتى الثعالب انا بفضل انا نزلت قبل كده كنت مديها تطعيمات، وفي ثعالب عملنا لها رخص حيازه والشغل ده، وانك تقتنيها وتمشي بيها رخص صفا. فاحنا مش بن ده احنا اقول لكم ايه غير كده بقى اللي الحمد لله بقى على نعمه اللي معايا اخواتي بقى ايه في معايا اخواتي شركه بيت الزواحف اللي بيساعدوني في تفصيل الحيوانات، لان انا لو بقيت بوصل الحيوانات لان طبعا دي الحمد لله يعني ايه عشان اعرف ارد على حضراتكم كده تمام، وانا ما بقدرش لما اطلع من هنا عشان لو كتر خير. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، انا جيت اكل بقعد باكل كده الحيوانات راح اكلهم. طب ما تيجي اعمل حلقه بالمره عشان الصور دي جت لي جديد. فاحنا بفضل الله موجود عندنا كل الحيوانات، صقور، بوم، اي جوارح، اي زواحف، اي حيوانات نادره، طاووس، غزال، اي قوارض يعني لا رامستر والشغل ده، ارانب، فرق زينه، اسماك، طيور، عصافير، بغبغانات، حمام، يمام، فراخ نادرة، حيوانات نادرة تمام، نمس الشغل ده معاك، ثعالب، ديابة، قرود، نسانيس، اللي انت عايزه امرنا، هسيب لكم ارقامنا. قبل الحلقة النهاردة تكون عجبتكم، انتظر حلقات المزرعة الجديدة. بصوا معانا لحد هنا، قلتوا في الأول بالله اعملوا تاني عشان مش قادر. السلام عليكم، طبعا انزل لكم على عندي زهايمر غريب، وفي حاجة كمان نسيت اقولها لكم، ادي العصافير عشان متأشر يطلع يبقى جديد. اما هنا ما شاء الله في البيت بتاعها اي طيور بنوفرها، اي حيوانات بفضل الله بنوفرها عندنا، كلاب، قطط، زواحف، جوارح، اللهم صل على سيدنا محمد، مفصليات، اللي عايز ارانب، اللي بيتكلم في حمام، تحت امركم اسماك زينه، مستلزمات الحيوانات بجميع انواعها بفضل الله. الحيوانات اللي ممكن ما تلاقيهاش، سناجب، الشغل ده، زعف المستوردة، قوارض، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني جميع انواع الحيوانات بفضل الله بنوفرها بفضل الله تعالى. اللي عايز حاجة يكلمنا على ارقامنا اللي هسيبها لكم. شكرا اخويا. العصافير دي مش بتاعتي، ماليش دعوة بيها. اخويا اللي مني، عامل ايه يا حبيبي؟ خد يا بيت. مش النهارده جبت لها كيكه، يا ولد الاصفر.